استعدادا للاحتفال بعيد المرأة الذي يصادف 8 مارس، نظم الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شريبة قرمة نظم اجتماعا تفاكريا مع شيوخ التقليديين وبعض من نواب الجمعية الوطنية إلى جانب مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ حول الاستعدادات الجارية للاحتفال بعيد المرأة الذي سينظم بإقليم شريبة قرمة. آدم حنفي. إقليم شريبة قرمة كغيره من الأقاليم الوطنية التي تشهد مناسبة احتفال بالأعياد السنوية الرسمية، قد حالفه الحظ باختيار ساحته لعرض الفرح والسرور لهذا العام بخصوص احتفال عيد المرأة، مما جعل الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شريبة قرمة السيد كادر صالح كانا أن ينظم اجتماعا تفاكريا بشأن التجهيزات التي تسعد اللجنة المكلفة بهذا الإقليم بغية الوصول إلى توفير مناخ آمن للوفود القادمين من شتى أقاليم البلاد، وذلك ابتداء في الأول من مارس بمدينة ماسنيا عاصمة إقليم شريبة قرمة. اللقاء جمع كل المعنيين بالمنطقة حرصا على نجاح الاحتفال الذي وضعه الإقليم في الواجهة الأولى من مقام نشاطاته قبل موعد التاريخ المحدد 8 مارس. وفيما يبرز توضيح أهداف هذا اللقاء، فقد تحدث الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بهذا الإقليم عن الدافع الأساسي لهذا اللقاء. يعني شفنا كيف فتنا سنة فت الناس بيقولوا فاتنا أوين وأنينا ريسبونسابل في ريجون غادين أوين ده بدو رينيون ناس مغا بمرغو كلام ده أنا سكرتير جنرال أن بيس أنا ريجون أنا شاريبا غيرمي كلها وميليتانت وميليتان أنا أن بيس كله بمرغو بوجو عشان لمنا أونو لأوين أنا ريجون فدنا سبب كبير. ممثلي الشعب والشيوخ التقليديين ورجال الأعمال والتجار قد شاركوا بمداخلات تهدف من شأنها حث وتحريك مشاعر أبناء الإقليم على الاستعداد التام من أجل تسيير ذلك اليوم بالوجه المطلوب، ولا يتأدى ذلك إلا بتضافر الجهود وفهم تسمية الإقليم شريبة قرمة، إلا أنه يحتضن العديد من جميع سكان أقاليم ومدن البلاد غير سكانه الذين هم تمت التسمية بهم.